الوقت اللي فاش كان كيدرب كانت كيف قلت لك كانت يدرب بزاف لدرجه انه صافي كيوصل لواحد الوقت كيقدر يعيا. كان بعض المرات كما كيبغيش يمشي لونطريمون تيقول لك انا عييت اليوم ما يمكن ليش نمشي انا ما يمكنش. وانا حيت متبعه معاك قلت لك كنت تقريبا كمدرب البرنامج هو اللي كيديروا ولكن انا اللي متبعاه كناخذ له الوقت كنمشي نعاونه في الحديد كنمشي نشد له الطون كنقول له لا فاصون باش كيجري واش جالس واش واقف. بعد مرات ما تعجبوش الحال تيقول لي لا انا كنجري مزيان تنقول له انا اللي تنشوف تنبقى هذيك بعض المرات كتخلق لي انا مشاكل مع بعضنا تيتقلق تيقول لي لا ها انت دونك من بعد مني تيبدا يتحسن في لاكورس ديالته دونك كلشي عنده كيتحسن من بعد كيرجع تيقول لي اه وي صافي عندك الحق كان عليا نسمع لك. بعض المرات ما تيبغيش كاع يتريني مني تنتغاوت معاه تيخرج تيقول لك انا غنخرج غير باش نتهنى من هذا الصداع ديالك وهذا النكير غنمشي نتريني. ذاك النهار ملي كيمشي يتريني كيتريني في لي باز ديال ان ريكور دو موند تيقول لي احسن ما درتي. ملي كيرجع تيقول لي تبقى حزرني سمحي لي من الاحسن انه مشيت كون ما مشيتش ما كنتش غندير هذا لو طون دونك لا كورس اللي جايه عندي في رجلي لو ريكور دي موند كاع دوك لي ريكور دي موند اللي شفتهم عرفي راه دابز نقبل. حوايج اخرين اللي فيه ان سعيد عنيد بزاف ديما تيمشي الحاجه اللي صعيبه ما كيمشيش السهله الحاجه اللي غادي يكون مثلا لي كورس راك الوحيد اوموند في العالم كله اللي دازو واللي دازو دابا واللي كاينين انه الوحيد اللي كيجا اللي جرى من 400 متر حتى ل 10000 متر دايز على كاع المسافات اللي كاين كلهم في العاب القوى ما كاينش اللي دارها في التاريخ. وهو بعض المرات غير تحدي تيمشي يجري تيقول لك انا هذيك باليا في ديك لا كورس غنجريها وغنربحهم. سعيد كيفاش غتجري 800 متر وانت كدير 5000 ولا 10000؟ انا قال لي راسي غادي نجريها. تنقول له علاش غادي تضيع فرصه انك غتربح ومرتاح في لي كورس ديالك؟ انه انا عارف راسي غادي نجري. الحقوق ديالو مهضومه بزاف ما تهضرش على حقه ما تهضرش على راسه. مني تنقول له شي حاجه اللي ديالك هضر عليها شي حاجه اللي من حقك هضر تيقول لي لا خلي صافي انا ما نهضرش انا من يعني ما كيدافعش على حقوقه. مثلا وقت وقعت ليه بزاف المشاكل في الشغل ديالو مني تكون ديك المشاكل ما تيهضرش عليها بالتفاصيل علاش انت ما بقيتيش معاهم ولا علاش انت مشيتي بحال نو تيخلي داك الشيء لدرجه ان هما تيمكن ياولوا اللي بغا. من بعد مني تزوجنا كنت انا بديك التدريب اللي كنت كندير مع سعيد حيت كان تيدرب واحد الطريقه كيف نقول لك جنونيه ما شفتهاش من قبل وما شفتهاش من بعد من غير هذوك الناس اللي بحال مثلا لي زونغلي اللي كانوا المنافسين الكبار كنت كنشوف كيديروا بحال ديك لونطريمون مي غير قريبه لونطريمون ديالو. سعيد كان كيتريني بحال مثلا في الصباح كيف كنا نفيقوا مع 5 الصباح حيت مشينا لايطاليا من بعد ما تزوجنا باسبوع صافي مشينا بوغ لا بريباراسيون مشينا لايطالي دونك تما كيفيق مع نفيقوا مع 5 الصباح كنديروا لي فوتينغ في الغابه ماشي غير اي فوتينغ كنرجعوا خصك تفطر مع 11 خصك تمشي دير لا ميسكولاسيون والحديد خصك ترجع تغدى خصك تمشي دير الحلبه من بعد زعما شي اونطريمون اللي ما كتستحمل ما تستحملش وخصك تكون عندك التغذيه مهمه بزاف دونك بجوج كنا كنديروا نفس التداريب كتجي ما كتلقايش اشنو غادي تاكلي كتبقى غير كي كنقولوا غير كديباني كتاخذي مثلا ساندويتش ولا كتاخذي واحد الماكله خفيفه ما غاديش تعاونك في الدات ديالك باش توصلي للنتائج اللي بالاخص التداريب اللي كديري. دونك وصلنا لواحد المرحله ان واحد فينا خصو يوقف كانت واحد وصلنا لديك لا ديسيزيون اللي كنا خدينا كانت صعيبه بزاف حيت بجوجنا كنا غنقدروا ناخذوا لا ميداي دوغ في لي جوز اولمبيك. سعيد كان عنده واحد الخبره ومازال عنده بلي زونطريمون تيقدر يقول لك بلو طون اللي كديري واش غادي تكوني لو طون اللي غديري في لا كورس اللي جايه واش غديري ريكور دي موند واش غتاخذ لا ميداي دوغ على حساب لي كالكول اللي كيدير جو كخوا الي اونيك في لو موند. كان لو طو اكزاكت اللي كيقول غيجري فيه كيجري فيه. طرح
طرح لي هذا السؤال قال لي احنا بجوج وانا ضامن 100% انك انت في لي جوز اولمبيك تربحي لا ميداي دور انا غربح لا ميداي دور ولكن واحد فينا خصو لا ميداي ديالو غيضحي بها على القبل الاخر هو تيقول انه مستعد يوقف عليها قبلي حيت كيامن بيا وعارف شنو كيتريني دونك كيقول لي انا اللي غنحبس وندفعك انت باش توصلي ونتريني بك حتى توصلي قلت له هذه ما كايناش بعدا كاين كاع حنايا كمغاربه وكعرب المره ديما هي اللي كتضحي دونك قلت له واخا كاع انت غادي توقف وانا اللي غنبقى ندرب واش انت غتعرف طيب غتعرف تصبر داك الوقت ما كانش امكانيات دونك خصك تصبني بيديك الحوايج تاع لونطريمون متصور يوميا عندك ثلاثه المرات في النهار انت كتحطي في دوك الحوايج خصك الصابون خصك تنشري خصك تجي طيبي تتبداي من الزيرو نقي لما عند ما كاينش لا ماشين خصك تغسليهم بيدك جفي زعما داك الشيء ديال ما يمكنش ما عندكش امكانيات كتعيشي بحال اي واحد عادي في الدار ديالو دونك قلت له ما غتعرفش دير هادشي كله اللي بقيت كندير انا قلت له انا اللي غادي نوقف وخاف وفي الاول بقى تيقول لا باش انا ما نحش بحال اللي حقر عليا كي كنقولوا دونك اقتنع في الاخر قنعته وبقينا ديك التدريب انا كنمشي معاه كندير الاعمال تاع البيت ولكن في نفس الوقت كنمشي معاه غير هي ان داك الوقت اللي غادي هو مثلا يمشي هو يرتاح فيه انا كنوض نطيب فيه وكنوجد ليه دونك تياكل الماكله الصحيه والتدريب ديالو كنت مثلا كي كنقولوا بحال المدرب ديالو